مورنينج، شلونكم؟ شنو مخططات اليوم؟ باشر واللي بعده واللي بعده واللي بعده. تعالوا، انا ما صرفت على نيويورك فاشن ويك صراحه، يعني كان حيل ورثت اني اجلت اشغالي عشانه. وايد يعني استانست بشكل مو طبيعي، وكانت اكسبيرينس وايد حلوه وفرصه حلوه لي. I'm definitely going back. ولو يحصل بعد هالسنة Paris Fashion Week أكيد راح أروح، لأن بعد Paris أحلى من نيويورك بألف مرة. المهم أنا مخططاتي بروح دبي عقب باكر إن شاء الله، بقعد أسبوع بعدين رادة لندن حق الدراسة. وإنتوا شو حتسوون؟ كل انواع الناس اللي يعلنون كومنتس انستغرام، ابيع ورق عنب اوكي، ابيع سمبوسه اوكي، ابيع شباتي اوكي، ابيع ملابس اوكي، لكن ابيع صراصير وابيع النمل يرقص عراقي؟ فهمني يا حبيبي شنو مشكلتك؟ شنو مشكلتك؟ واللي يقول ابيع ديناصور صغير شنو؟ وين تبون الأقوى؟ اللي يكتب حساب للسناقل ليش تصير تيكن؟ لما أقول لكم إني صايرة سمرة، شوفوا مكان الساعة شلون أبيض وإيدي سودة. I'm by I feel so bad. هو واصلني باكيت، شوفوا بعد عمري من ابراهيم القرشي. So طلبت order online اللي هي مبيعات الكترونية، وصلني بهالبوكس، وهذا بوكس جديد اول مرة يشحنون فيه. اللي فيه انه مو مثل قبل، يعني كانوا يدزون لنا اياهم بالتبكل الاعتيادية البوكسات الكرتون. يعني قبل كان يوصل حالة حال اي باكج يوصلنا من ارامكس، الحين صار يوصل بعلبة ابراهيم القرشي نفسها. So انا طالبة المملكة which is my favorite، هو والاصالة، وطلبت كسر العود. الحلو فيهم بوكساتهم من خشب. عقب ما ترشين العطر تستخدمين البوكس لاغراضك الشخصية او تعطيني هدية حق احد. هذي انا اذا كان العطر مو عطري. ارش لما انا خلصه. والحين مسوين عرض عطر المملكة وكسر العود، اثنينهم مع شحن مجاني ب 490 ريال. هاي. سو انا بحياتي ما اشتغلت مع بلوجر، وما احس ودي اشتغل لانه اخاف. يعني ولا مرة اجتمعت مع بلوجر او احد مشهور ببروجكت معين او دعاية معينة، بس شهر 10 عندي بروجكت بدبي مع شخصية انا ادفع عشان اشتغل معها من كثر ما انا احبها. اول شيء لانها انسانة نجحت قبل السوشيال ميديا بالاعلام بالشعر، نجحت كربة منزل كأم كزوجة، نجحت بأنها دخلت قلوب الملايين بعفويتها وببساطتها. التشيز كيكة الكراميل النوتيلا نوها نبيل، يعني أحس هذه الإنسان الوحيدة اللي ما أقدر أعطيها الثقل اللي أنا مشهورة. و I'll go crazy over her. She obsessed. Fangirling. متى يصير شهر 10؟ هاتي متحمسة والله، أحس إني ياهل قرارة بتشبها من وين. I love her. شوفوا الضحكة، شوفوا. بين منها.
35 for 1.5 kilometers. أبي وين أحسن فيش؟ Continue on route 35. وين أحسن فيش بالكويت يتحسين وجهك نظف ويكونون بطلين باكر، لأن أنا باكر آخر يوم. بليز كتبوا لي على آخر بوست من إنستغرام، ما أبي شيء يكون يعني يبون دعاية وما شنو، أبي شيء صدق مجربينه وحلو ونظيف. يلا بغني لكم تقولوا اخر بوست من انستغرام اقتراحات اغاني بما انه ما في يوم وجت لك انطيني حبك كبار ارجع حبيبي ليا وضيحت تجلك ليه انا اهتم ليه هو لها روان مغني خلاص انا حب غيرك انا حب غيرك انا حب غيرك شبيا جنيت انا حب غيرك شبيا جنيت مش معقولي انك بكرة مش رح تمرق حد البيت ولا معقولي انه الليلي مش رح تسألني ان كان حبيت ليه جيت وش بالك ليه متغير وكن تحكي وتايد ما عندي فيد فرقك عيد وكلها وانت بعيد اذكرني بالخير بغيابي وانا بمدحك بقفاك والله شكو شنو الخبر دحتيلي شنو بعدين وانتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي يا عمي